في إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل دولة الكويت الحافل بالإنجازات. حصل رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين على منصب أمين عام اتحاد المحامين العرب في الانتخابات التي أقيمت الليلة الماضية على هامش مؤتمر الاتحاد الذي تستضيفه البلاد. وحصل الكريوين على 37 صوت مقابل 27 صوت لأمين عام الاتحاد السابق المغربي عبد اللطيف بوعشرين ليشغل المنصب للدورة المقبلة التي تمتد إلى 4 سنوات. وعقب الفوز قال الكريوين إن الفوز بهذا المنصب جاء نتيجة الدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلاد لأبناء الكويت في جميع المحافل العربية والدولية. وأضاف أن خير دليل على هذا الدعم هو رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لأعمال هذا المؤتمر الذي تنظمه جمعية المحامين الكويتية. لمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع طبعا ينضم إلينا عبر الهاتف أمين عام اتحاد المحامين العرب ورئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين. صبحك الله بالخير أستاذ ناصر، ونبارك لك بداية هذا الفوز الذي طبعا تمثلون في دولة الكويت والذي يأتي لأول مرة، فماذا تقول بعد هذا الفوز وماذا يمثل لك هذا الفوز؟ صباحكم الخير وشكرا على هذه الاستضافة في العالم هذا الصباح. الحمد لله قدمت جمعية المحامين خلال الفترة السابقة وعملها على دخول في عمل اتحاد المحامين العرب، وهي منظمة عربية انشئت 1944 تعنى بالمهنة وأعمال المحاماة وتعنى بالدول العربية ما يحدث لها من أحداث. فاليوم احنا خلال هذا عملنا المهني تقدمنا بما لدينا من مهنية للتقدم لهذا الانتخاب والنزول لهذا المنصب الذي يمثل الكويت والمحامين الكويتيين جميعا. فتقدمنا أن نكون كمحامين كويتيين سيقود هذه المنظمة الفترة القادمة بإذن الله لما لدينا من أهداف ورؤى عملنا فيها بجمعية المحامين خلال الفترة السابقة، وسنكملها بإذن الله في اتحاد المحامين العرب. ما هي رؤيتك وتطلعاتك والأهداف التي ستسير عليها أستاذ ناصر؟ نعم، الرؤية والتطلعات والأهداف التي ستسير عليها إن شاء الله بعد فوزك هذا. لدينا أهداف وهي المهنة ومنتسبين هذه المهنة وكيفية الارتقاء وتطوير هذه المهنة وعمل التعاون ما بين مهنة المحاماة والقضاء العربي حتى نصل إلى تشريعات حديثة توازي التطور الذي يحدث في المجتمعات، وقيامنا بالدفاع عن المجتمعات بحقوقها وواجباتها ورؤية القادة السياسيين ومنهم حضرة صاحب السمو خلال الفترة السابقة التي كان يعمل بها حفظ الله ورعاه، بما أتانا من دافع إلى أن نكون متقدمين بهذه المنظمات حتى ندعم مساعي. إذن الأستاذ ناصر الكريوين طبعا أمين عام اتحاد المحامين العرب ورئيس جمعية المحامين الكويتية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونرجو التوفيق إن شاء الله لك إن شاء الله في حياتك العملية والأربع سنين القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.